صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كل وسائل الإعلام وكالات الأنباء العالمية كانت مهتمة بشكل كبير جدا امبارح بقمة جدة للأمن والتنمية اللي شارك فيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي. الحين القمة دي جت في لحظة مهمة جدا وفي توقيت مهم، سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي كمان. لما نيجي نتكلم عن أزمة اقتصادية عالمية، أزمة غذاء، أزمة طاقة في العالم كله، بجانب طبعا الملفات المهمة في المنطقة واللي كان ليها علاقة بشكل كبير جدا بالأمن القومي العربي. بكل تأكيد يا شاذ، الحقيقة قمة هامة جدا جدا جدا، إن كان من حيث المخرجات أو الرسائل أو التوقيت زي ما كنت بتتكلم. هذه القمة حضرها رئيس جو بايدن، دي أول زيارة للرئيس الأمريكي للمنطقة بعد 18 شهر من انتخابه. ثانيا، الكلمات اللي ألقاها القادة والرؤساء كانت في مجملها بتحمل مفهوم الشراكة الاستراتيجية. ده معناه أنه في رغبة من الدول العربية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير العلاقات في الفترة اللي جاية، زي كنا بنتكلم أنه هذا التوقيت هو توقيت يعني في منتهى الدقة والحساسية. ده بطبيعة الحال دوره أنه يحافظ على الاستقرار ويعالج الأزمات الاقتصادية العالمية. كمان الكل توقف امبارح عند الكلمة المهمة اللي ألقاها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، لأن سيادة الرئيس كان حريص على أنه يطرح في كلمته رؤية مصر، رؤية شاملة ودقيقة لتعزيز أمن المنطقة وتنميتها. سيادة الرئيس اتكلم في خمس محاور مهمة جدا، وهي التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعلاء مفهوم المصلحة الوطنية باعتبارها الضمان للاستقرار بمفهومه الشامل، كمان الأمن القومي العربي وقضايا نقص إمدادات الغذاء، بالإضافة إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وكذلك الأمن المائي. كل دي قضايا ومحاور اتكلم عنها سيادة الرئيس امبارح. محاور حقيقة كانت شاملة، لو بصينا كده للصورة الكاملة هنلاقيها ما سابتش قضية حساسة إلا وتحدثت عنها وأشارت إليها. محاور شاملة لكل القضايا الإقليمية والدولية، بتضع خارطة طريق واضحة وزي ما بنقول كده بلغة بسيطة روشتة لحل أزمات المنطقة. كمان معالجة القضايا الدولية الملحة، على سبيل المثال أزمة الغذاء، أزمة الطاقة. عشان كده بنقول لحضراتكم إنه هذه القمة، قمة جدة، كانت في منتهى الأهمية، وأيضا كلمة سيادة الرئيس الحقيقة كانت يعني من وجهة نظري كلمة تاريخية وحملت نقاط واضحة تشكل ملامح وأولويات المنطقة في الفترة اللي جاية. على أي حال هنتكلم عن هذه القمة بالتفصيل خلال الحلقة ونفهم أيضا أهميتها، دلالتها، مخرجاتها ورسائلها خلال الحلقة، فابقوا معنا. على أي حال بنصبح على حضراتكم من جديد، صباح الخير والسعادة عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.